وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتجارة والصناعة بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا وتوفير المزيد من فرص العمل. فشهد الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي سجلت طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، وجاءت مصر في المركز الأول عالميا في تصدير الموالح. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام السويد وفنلندا للناتو لا يهدد روسيا ولكنه يستدعي رداً. وأشار بوتين خلال اجتماع لمنظمة الأمن الجماعي إلى أن توسع حلف الناتو عدائي ويخدم مصالح الولايات المتحدة، موضحاً أن العمليات في أوكرانيا وفرت وثائق عن نشر مكونات لأسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا. قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه تم الاتفاق على مجموعة عقوبات جديدة ضد روسيا، وأشار إلى أن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معرباً عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا. وأوضح بوريل أن بعض الدول الأعضاء تواجه صعوبات لأنها تعتمد على النفط الروسي، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو. قتل أكثر من 40 من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في شمال وشرق بوركينا فاسو في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون. وقال مصدر أمني محلي إن أحد الهجمات 3 أدى لمقتل نحو 20 شخص، بينهم 8 متطوعين، أعقبه هجوم ثان أسفر عن مقتل 5 متطوعين ومدني في نفس المنطقة شمالي البلاد، فيما أوقع الهجوم الثالث 15 قتيلا من المدنيين واستهدف قافلة تحت حماية المتطوعين في جنوب شرق البلاد. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية حصول حزب القوات اللبنانية على 20 مقعدا، فيما حصل التيار الوطني الحر على 16 مقعدا. وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن 5 مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى مواصلة المضي قدماً في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة وفقاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لها، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع شركة إعمار مصر للتنمية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتقوم الشركة وفقاً للبروتوكول بدعم المؤسسة بقيمة 1 مليار جنيه تم تخصيصها لمشروعات التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاعات الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين جودة البيئة والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل.